مؤلف الكتاب اللي هو جوه في الشنطه بتاع اعرف حقك. تمام. دكتور ايهاب هو المؤلف بتاعه. دكتور ايهاب مرجع في اي حاجه قانونيه تخص الطبيب كحقوق كواجبات، يعني مرجع في النقط دي بالذات، يعني كل الناس بترجع له في اي حاجه، في كل الدكاتره بيرجعوا له في الحته دي بالذات. فركزوا كده في المحاضره هتستفيدوا بيها قوي، وكل حاجه في المحاضره مكتوبه في الكتاب، يعني ما حدش يكتب. تمام. نص ساعه ان شاء الله فهنبدا ان شاء الله. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في نقابتكم، وكل سنه وانتم طيبين، ونتمنى لكم مستقبل باهر ان شاء الله. انتوا اللي هتشيلوا رايه الطب في مصر السنين الجايه، ربنا يوفقكم ويكرمكم. احنا كنا دايما لما تخرجنا في الحقيقه من الكليه كانت في عندنا مشكله في ان احنا مش عارفين حاجه عن حقوقنا الإدارية والقانونية الخاصة بالشغل. يعني نيجي نطلب أجازة مثلا يقولوا لنا ممنوع الأجازات في أول 6 شهور من الشغل، وإحنا بنصدق ونكتشف بعد كده إن الكلام ده مش صحيح. نطلب أجازة وجوبية يقولوا لنا لا ممنوع الأجازات عشان أنت طبيب تكليف، ونكتشف بعد كده إن ده مش صحيح، وهكذا. فعشان كده فكرنا إن إحنا نعمل الكتيب اللي موجود عندكم في الشنط بتاعتكم اللي هو اعرف حقك، بيجاوب تقريبا عن معظم المشاكل اليومية اللي بنتعرض ليها في شغلنا. النهاردة في الحقيقة احنا هنتكلم عن بعض الاجزاء الصغيرة اللي هي ممكن نتعرض ليها بصورة اكتر، بالذات بالنسبة لشباب الاطباء. في عندنا حاجة اسمها قانون الخدمة المدنية، لو سمعنا عليه، ده اللي هو قانون الموظفين بتاع الدولة كلها. وفي عندنا قوانين الأطباء الخاصة بينا إحنا، قانون 14، قانون الأطباء اللي بيشتغلوا في الجامعة. ساعات لما نيجي نطلب طلب من الموظف يقول لي لا ممنوع عشان قانون الخدمة المدنية بيقول لا، وأحيانا تانية يقول لي لا أنت ما يطبقش عليك قانون الخدمة المدنية. هو إحنا بيطبق علينا ولا لا؟ القاعدة العامة يا جماعة هي قوانين الأطباء أولاً. أي قانون خاص هو بيتطبق الأول في كل بنوده، وإذا في بند مش موجود في القانون الخاص بنرجع فيه للقانون العام اللي هو قانون الخدمة المدنية. طيب قانون الخدمة المدنية اللي هو القانون العام بقى هيطبق علي أنا في إيه؟ هيطبق علينا في كل أنواع الأجازات. أي نوع من أنواع الأجازات بيطبق عليها قانون الخدمة المدنية. يتطبق عليا ان انا لما اكون منتدب الى مكان اخر اجري هاخده كله من المكان اللي انا منتدب ليه، وان الانتداب بتاعي ما يزيدش عن 4 سنين. دي اهم حاجات في قانون الخدمه المدنيه هتطبق علينا. طيب ايه هيتطبق عليا من القوانين الخاصه بتاعتي؟ زي ايه؟ نظام التعيين عن طريق التكليف. دلوقتي التعيين في الوظائف الاخرى اصبح بمسابقه، احنا عندنا نفس النظام زي ما احنا، نظام التعيين عن طريق التكليف وتقرير نظام كفاية الأداء السنوي اللي هو بنسميه التقرير السري السنوي، لينا نظام خاص فيه، والترقيات بتاعتنا ليها نظام خاص، والأجور بتاعتنا ليها نظام خاص. في حاجات يا جماعة كلنا لازم نفتكرها مع بعض أول ما نستلم شغلنا إن شاء الله. إيه هي الطلبات اللي لازم نفكر بيها الموظفين أول ما نستلم الشغل؟ لأن أحياناً بعضنا بيجي يشتغل وبعد 10 سنين يلاقي مرتبه أقل من مرتب زميله ب 500-600 جنيه مثلاً. يسأل ليه؟ يقولوا له أصلك ما ضمتش سنة الامتياز مثلاً. فيبقى نفتكر إن إحنا عايزين نكتب طلب بضم سنة الامتياز، نكتب طلب بإن إحنا ناخد بدل طبيعة العمل بتاعتنا، نكتب طلب باستخراج بطاقة التأمين الصحي حتى لو ما احناش ناويين نتعالج في التأمين الصحي. لا قدر الله لو حد فينا حصلت له حادثة وحب ياخد أجازة مرضي هيقولوا طلع شهادة التأمين الصحي، بطاقة التأمين الصحي الأول. حد زميلنا برضو علشان تفتكروا، حد زميل ليا أنا شخصيا ما طلعش بطاقة التأمين الصحي من ساعة ما اتخرج لغاية دلوقتي،
وعمل عمليات في القلب وعمل حاجات كتير وحصلت له حادثة، حب ياخد أجازة، قالوا له طلع بطاقة تأمين صحي، راح يطلعها قالوا له أنت غير لائق لأنه عمل عملية في القلب. فدي ما ننساش نعملها ونسجل اسمنا في النقابة الفرعية بتاعتنا. في حاجة بقى حصلت معايا أنا شخصيا، إن أيام الثورة في 25 يناير من ضمن الحرائق اللي حصلت في بعض أقسام الشرطة كانت المنطقة الطبية اللي بيشيلوا فيها الملفات بتاعتنا فوق اسم الشرطة، فولع اسم الشرطة وولعت المنطقة الطبية واتحرقت الملفات، فملفاتنا محروقة. أنا ما عنديش ملف، طب يا جماعة أعمل إيه؟ أنا المسؤول إن أنا أطلع كل ورقة من أوراق الملف مرة تانية، قرار التعيين وقرار التكليف وقرار النيابة وقرار النقل وقرار الترقية. علشان كده دايما نفتكر مع بعض في أي قرار خاص بينا نصوره صورة ونخلي ملف عندنا في البيت. طبعا نظام التكليف هيكلمكم عنه الدكتور راجح، أنا هتكلم على جزئية صغيرة. في جزئيتين في التكليف مهمين، نقل التكليف من محافظة لمحافظة، تكليفي جه في أسوان وأنا إقامتي في القاهرة، عايز أنقل من أسوان للقاهرة، من حقي ده إمتى؟ بعد مرور سنة. طيب هل في حاجة قبل مرور السنة ممكن؟ الطبيبة المتزوجة والطبيب اللي عنده بعض الحالات المرضية. طيب هل في حد أقصى؟ أنا رحت أسوان وعجبني الحال، ينفع أقعد هناك 5-6 سنين في التكليف وأنا بقبض فلوس كويسة وبعدين أطلب النقل؟ في الحقيقة لا، الحد الأقصى 2 سنين لنقل التكليف. دي نقطة مهمة قوي ناخد بالنا كلنا منها، بعد 2 سنين هتثبت الدرجة المالية في أسوان وعشان أنقل هتبقى مشكلة كبيرة في النقل بعد كده. زي ما كنا بنقول بعد ما نستلم الشغل من حقنا ناخد أجازات اعتيادي في أي وقت. ليه؟ قانون الخدمة المدنية بيقول مفيش أجازات اعتيادي في أول 6 شهور من الشغل. ليه؟ لأن دول متعينين بمسابقة وتحت فترة اختبار لمدة 6 شهور، ففترة اختبار ما بيديلوش أجازات. لكن إحنا متعينين بأمر تكليف وكأننا متعينين غصبا عننا مكلفين، فبالتالي ملناش فترة اختبار ويبقى لينا أجازات من أول يوم. هو إحنا من أول يوم لينا كام بقى أجازة؟ لينا 15 يوم أجازة في السنة كلها اعتيادي في أول سنة و7 عارضة، لكن الأجازة بتتحسب من 1/7 لغاية 30/6 اللي بعده. طب أنا استلمت الشغل في 1/3، فاضل كام سنة على نهاية السنة المالية؟ 4 شهور لغاية 30/6، يبقى أنا اشتغلت تلت السنة، يبقى هاخد تلت هذه الأجازات. في عندنا حاجة اسمها أجازات وجوبية زي مرافقة الزوج أو رعاية الطفل، هل دي بتتحسب من فترة التكليف؟ يعني طبيبة خدت رعاية طفل لمدة سنة كده التكليف خلص؟ لا، هترجع تستكمل فترة التكليف بتاعتها. الطبيب المقيم في وحدات الرعاية الصحية الأولية، ودوني أسوان في وحدة صحية، هل من حقي وجبات؟ معظم الوحدات الصحية ما بتطلعش وجبات على أساس إن إحنا مش فاهمين حقنا، فبنقدم طلب نقول طبقا لقرار وزير الصحة إحنا عايزين الوجبات بتاعتنا، هيقولوا ما عندناش وجبات، نقول له ادينا المقابل المالي، في مقابل مالي تمن لكل وجبة، دي من حقنا ناخدها. في يا جماعة حاجة اسمها أجازات وجوبية، يعني جهة العمل ما تقدرش ترفضها. الأجازات الوجوبية اللي بيدوني عنها كامل أجري هي أجازة الحج، أجازة الوضع، أجازة المخالط لمريض بمرض معدي، وإصابة العمل. طب في أجازات تانية وجوبية بس من غير أجر، أجازة مرافقة الزوج أو الزوجة، وأجازة رعاية الطفل. أنا عايز أخد أجازة اعتيادي وفي النص جاي يوم العيد أو يوم شم النسيم ويوم الجمعة، بيتحسب يوم الجمعة ويوم شم النسيم ولا لا؟ يوم شم النسيم ما يتحسبش من الأجازة، لكن يوم الجمعة بيتحسب من الأجازة. أي عطلة رسمية
ما تتحسبش من ضمن الأجازة. فأنا أحيانا يا جماعة عشان نبقى فاهمين، جاي عيد الأضحى 5 أيام وأنا عايز أخد يومين قبله ويومين بعده، طب أعمل إيه؟ ويقولوا لي لا أنت لازم تعمل الأجازة قبلها بيوم على طول، لو عملت يومين قبله ويومين بعده هتدخل العيد فيها. أدخل العيد فيها، أعمل أجازة 9 أيام يومين قبله ويومين بعده ال5 أيام بتوع العيد، وهم مجبرين إنهم يشيلوا 5 أيام العيد من الرصيد، فهيتحسب عليا 4 أيام بس. وأنا في الأجازة حصل لي ظرف طارئ وحبيت أمد الأجازة، ممكن أتصل بالتليفون بأي حد زميلي أو أتصل بالمدير وأطلب منه مد الأجازة، إذا وافق يبقى ده من حقي أمدها. نخلي بالنا محدش يقول هسيب أجازاتي للسنة الجاية، ما بقاش فيه ترحيل أجازات طبقا للقوانين الجديدة، اللي مش هتاخده من أجازاتك السنة دي هيروح عليك السنة الجاية. دي نقطة كانت دايما تواجهنا، ان احنا ناخد أجازة اعتيادية وبعد ما يحصل تخلص، يحصل لي ظرف ما روحش يوم، اروح بعد كده اقول لهم مدوا لي الأجازة يقولوا لي لا، طب اخدوا أجازة عرضة يقولوا لي لا، طب اعمل ايه يقولوا لي تاخد جزء. لا، من حقنا نقدم أجازة عرضة بعد انتهاء الأجازة الاعتيادية. الأجازات المرضية يا جماعة نقطة مهمة ناخد بالنا منها، في بعض الزملاء بيبعت تلغراف مرضي ويقعد في البيت 2 أو 3 شهور ويقول لما ارجع، اما اخلص امتحانات وارجع ابقى اسوي الموضوع، يفاجأ بانه لما يرجع يلاقي فيه قرار فصل. القوانين الجديدة بتقول ان انا ببعت تلغراف المرضي ولازم جهة العمل بتحولني للتأمين الصحي خلال 24 ساعة. أجازة الوضع بالنسبة للطبيبات في نقطة مهمة علشان نعرفها، هي 4 شهور بتبدأ من اليوم التالي للوضع أو آخر شهر من الحمل. يعني ممكن الطبيبة تختار إنها تاخد الأجازة اعتبارا من بداية الشهر 9. أجازة رعاية الطفل برضو بالنسبة للزميلات الطبيبات هي بدون أجر، ولكن جهة العمل بتدفع قيمة التأمينات، مدتها 2 سنين في كل مرة بحد أقصى 3 مرات حتى لو لطفل واحد. يعني لو الطبيبة معاها طفل واحد بس تقدر تاخد عنه 6 سنين الأجازة بتاعت رعاية الطفل. رعاية الأسرة دي سواء للأطباء أو للطبيبات، أحد الوالدين يكون عنده مرض يحتاج رعاية مستمرة بناء عليه بياخد الأجازة بتاعت رعاية الأسرة. دي بيستخدمها في الحقيقة أجازة مرافقة الزوج أو الزوجة، بيستخدمها بعض زملائنا الأطباء الرجال إذا جهة العمل رفضت أنه ياخد أجازة بدون مرتب. ساعات يطلب أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج، يقولوا له حاجة العمل لا تسمح، فيروح عامل عقد لزوجته ويعمل نفسه هو طالع مرافقة زوج، وفي هذه الحالة جهة العمل لا تستطيع رفض الأجازة لأن دي أجازة وجوبية. الطبيب المقيم يقدر ياخد أجازات بدون مرتب؟ يقدر، لكن بحد أقصى 5 سنين. إذا عدى ال5 سنين يا جماعة هيرجع رعاية صحية أولية علشان نبقى عارفين بعد ما ناخد النيابة. الامتحانات بتاعت الدراسات العليا، لو انا مسجل تبع خطة البعثات بتاعت وزارة الصحة من حقي اجازة طول فترة الامتحانات وما يتخللها. يعني الامتحانات تبدأ يوم 1 تخلص يوم 30، ان شاء الله يا رب همتحن 3 مرات بس، انا اجازة من يوم 1 ليوم 30. اللي مسجل خارج خطة البعثات من حقه ايام الامتحانات بس. لو حد مننا خد نبطشية يوم الجمعة أو يوم العيد من حقه ياخد عنها يوم راحة إضافي، علشان دي نقطة معظم جهات العمل بتحاول تاكلها على الدكاترة. أثناء فترة الأجازة بدون مرتب هل ممكن أترقى وأنا برا؟ أنا قاعد في السعودية، هيرقوني وأنا برا؟ لا، النظام الأول كان ممكن، دلوقتي طبقا للنظام الجديد لا. الوحيدة اللي تترقى هي الطبيبة أثناء فترة أجازة رعاية الطفل فقط،
الطبيبات واخدين حقكم أنا عارف، لكن معلش ما تزعلوش. بالنسبة للمستحقات المالية يا جماعة، عندنا نوعين من الحوافز، دي نقطة مهمة قوي لازم نعرفها. في حافز اسمه الحافز الخاص، نسبته 450% من أساس المرتب، ده غير خاضع للتقييم، لا يتأثر بالأجازة الاعتيادية أو العارضة مهما كان عددها. ليه بعض الزملاء بياخدوا أجازة 15 يوم يرجع إليهم خصمين له نص المرتب؟ ليه؟ يقولوا ما أنت ما اشتغلتش يا دكتور، هو أنت عايز تاخد مرتب وأنت ما بتشتغلش؟ لا، من حقنا الحافز الخاص كامل أثناء أي أجازات اعتيادية أو عارضة. في الحافز الإضافي اللي هو 150%، من حقي كامل برضو في أي أجازات اعتيادية، لكن قيمته بتقل شوية إذا خدت عارضة في شهر واحد أكتر من 3 أيام. والحافز 150% ده بيخضع للتقييم الشهري. طيب حقوق زميلاتنا الأطباء بقى، زميلاتنا علشان ما تزعلوش منهم أثناء الفترات الخاصة بتاعتهم. لا يجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، يعني من أول يوم في الحمل لغاية نهاية الحمل مفيش ساعات عمل إضافية، والنبطشيات هي ساعات عمل إضافية، وبالتالي زميلاتنا الطبيبات ملهمش نبطشيات من أول الحمل لآخره. واعتبارا من الشهر السادس بتقلل ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة كل يوم، يعني بدل ما تمشي الساعة 2 تمشي الساعة 1. وأثناء وبعد الولادة بتاخد ساعة كل يوم للرضاعة لمدة 2 سنين. حاسين بالاضطهاد؟ حسينا بيه كلنا قبلكم، بس معلش يعني برضو يعني زميلاتنا واخواتنا ولازم نشيلهم في وقت زنقة. انا لقيت يعني بنحاول اطبق الكلام ده في شغلي، ولقيتهم بيقولوا لي لا انت مش من حقك. طب اعمل ايه؟ جيت اطلب طلب اجازه عارضه بعد الاعتيادي، قالوا لا هتاخد جيزه. الله، اشتكي ازاي؟ اول حاجه في الشكوى يا جماعه بشتكي للرئيس المباشر، ما ينفعش اطلع اعلى من الرئيس المباشر، اول خطوه الرئيس المباشر، ما عمليش حاجه، اشوف بقى رئيسه مين، زي مديريه الشؤون الصحيه الاداره الاعلى، اقدم لها شكوى، واقدم شكوى لنقابتي الفرعيه. لو تفتكروا دي من ضمن الطلبات اللي قلناها في الاول ما ننساهاش، هنسجل اسمنا في النقابه الفرعيه. ليه؟ علشان لما نتزنق في اي زنقه نقابتي تبقى عارفه انا فين وانا مين. لما اجي ابعت شكوى لنقابتي الفرعيه تلاقي نفسي متسجل عندها، فما يقولوليش انت دكتور ولا مش دكتور من اصل، فيبقى علشان كده ما ننساش نسجل نفسنا في النقابه الفرعيه. يبقى هشتكي لجهه الاداره الاعلى وللنقابه الفرعيه بتاعتي. طب ما فيش فايده، جهه الاداره الاعلى برضو مش فاهمين قوانين وقالوا لا، يبقى في حاجه اسمها النيابه الاداريه، بشتكي للنقابه العامه، وممكن الشكوى عن طريق الواتساب او عن طريق الفاكس او عن اي طريق او عن طريق اليد، باي طريق من الطرق، وكونوا متاكدين ان النقابه العامه ومعظم النقابات الفرعيه هتبقى واقفه في ظهركم وبتساندكم في كل خطوه من الخطوات. طيب الملخص اللي قلناه علشان ما ننساهوش، بيتم تطبيق قوانين الاطباء اولا. نفتكر مع بعض الطلبات اللي لازم نكتبها اول ما نستلم الشغل. مفيش تعديل لجهة التكليف بعد مرور 2 سنين. من حقي اخد اجازات اول ما استلم الشغل. من حقي الوجبات الغذائية او المقابل المالي ليها في الوحدة الصحية. الاجازات بدون مرتب مش هتتحسب من فترة التكليف او النيابة، هي بتتحسب من فترة الخدمة الوظيفية، بس دي حاجة ودي حاجة، يعني هتتحسب لي من فترة المعاش والخدمة، لكن كفترة تكليف أو فترة نيابة مش هتتحسب. أجازة الوضع بتبقى 4 شهور وبأجر كامل. أجازة رعاية الطفل بتبقى بدون أجر، ولكن جهة العمل بتتحمل كامل التأمينات. أجازة مرافقة الزوج أو الزوجة بدون أجر، وبتتحمل الطبيبة أو الطبيب كامل التأمينات. الحافز الخاص 450%، ما يتأثرش بأي أجازات. الحافز الإضافي 150%، ما يتأثرش بالأجازات الاعتيادية.
لكن يتأثر بالعرضة لأكثر من 3 أيام. آخر حاجة، لا يجوز تشغيل الطبيبة الحامل بنبطجيات تتجاوز عدد ساعات العمل الرسمية طوال مدة الحمل. بنفتكر مع بعض يا جماعة، في أي مكان نروح إن شاء الله نبقى دايما في أي مشكلة عامة بالنسبة لنا نبقى كلنا متضامنين مع بعض، ما نسيبش حد مننا يتصدر لوحده في المشكلة علشان ما يبقاش كبش فدا. ببساطة شديدة، لو احنا بنشتغل في إدارات في وحدات صحية تابعة مثلا لمركز كومومبو في أسوان وفي مشكلة عامة عندنا، بدل ما نخلي واحد مننا يروح لمدير الإدارة، لا، نتجمع كلنا مع بعض في أي يوم من الأيام بعد الساعة 2، ناخد بعضنا بربطة المعلم ونطلع على مدير الإدارة. هنروح له 10 15 20 واحد، لازم هياخد كلامنا بجدية وهيفكر في حل جدي للمشكلة. لكن لما بيروح لواحد ممكن جدا يعتبروا ان هذا الشخص هو المشاغب وهو ده نحطه بلاك ليست ونبتدي ننتقم منه بعد كده وما نحققش المصلحة بتاعتنا. دايما لما بنكون كلنا مع بعض وبنطلب حقنا كلنا مع بعض الحق بيجي، ممكن ما يجيش بسرعة، ممكن ما يجيش دلوقتي، لكن لازم هيجي. لازم نبقى متأكدين ان التضامن بتاعنا هو اللي هيوصلنا لكل حقوقنا. وشكرا ليكم، وكلنا دايما معاكم في اي حاجة. شكرا. دكتور، بعد اذنك في اي اسئلة تفضل. تفضل. لا لا لا، الامتياز قصة تانية، ده كلام، دي قوانين الموظفين يا جماعة. طبيب الامتياز لسه مش موظف. طبيب الامتياز دي بتعتبر سنة تدريب تابعة للجامعة يحصل خلالها على مكافأة. فالقوانين دي قوانين الموظفين ما بعد سنة الامتياز، لما نبقى موظفين رسميين في الدولة. لا لا لا، انت لا ينطبق عليك، لا ينطبق، انت تنطبق عليك قواعد التدريب اللي حطها الجامعة ايا كانت هي بقى، ظالمة مش ظالمة. طبعا للأسف الشديد طبيب الامتياز هو اكتر حد مظلوم في المنظومة الصحية كلها، وبنعتبر نفسنا لما كنا في الامتياز المرمطون بتاع المستشفى. حقوقنا ايه؟ ملكوش حقوق. واجباتنا ايه؟ كلها واجبات، وهكذا. للأسف الشديد ده اللي موجود لغاية دلوقتي. لا، انتوا قانون الخدمة المدنية لا ينطبق عليكم، قانون الخدمة المدنية ينطبق على موظفي الدولة. انت لغاية دلوقتي مش موظف في الدولة، مالكش درجة مالية، مش محسوب تبع موظفين الدولة، انت محسوب تبع سنة التدريب اللي بتقوم بيها الجامعة. طيب، دي طبعا دي طيب من حقها، يعني من الناحية القانونية البحتة من حقها، ولكن اهي دي من الحاجة اللي لسه كنا بنتكلم عليها، ان دي محتاجة تضامن احنا مع بعض. احنا لو خدنا بعضنا 50 60 طبيب امتياز ورحنا لمدير المستشفى او رحنا للعميد نقول له لا، طلع لنا من فضلك قرار بان اللي هيشتغل فينا يوم العيد او يوم الجمعة ياخد يوم بدل راحة، مش هيقول لا، مش هيقول لا خالص. واذا قال لا، تعالوا لنا في النقابة واحنا نتواصل معهم بصورة ودية. الامور دي عادة لما بيتم التدخل فيها بصورة ودية بتجيب نتائج سريعة. في اي سؤال لحد من الزملاء؟ شكرا ليك، اتفضل يا دكتور. نعم؟ ينزل على موقع النقابة من فضلكم. طيب نزلوه. الكتيب اللي معاك مكتوب فيه كل حاجة على فكرة، وده هينزل على الموقع. حاضر، شكرا ليكم، شكرا.